تكونت صورة ذهنية مشوشة عن مراكز المساج في مصر، خصوصا أن معظم تلك المراكز تعتمد على مدربات متخصصات من جنسيات مختلفة، وتربط هذه الصورة بين تدليك الجسد وممارسة الجنس مقابل المال. هذه الصورة المشوشة تجعل مراكز التدليك المرخصة والتي تعمل تحت إشراف الجهات المعنية في الدولة تعاني الكثير من المشكلات، كما أن تلك الصورة تهدد هذه الخدمة ومستثمريها والعاملين بها، وتجعل الكثير من زبائنها المحتملين يخشون الاقتراب منها خوفا من إلقاء القبض عليهم أو تلويث سمعتهم. إضافة إلى ذلك، فإن السيدات العاملات في هذا المجال يتعرضن لأشكال متباينة من التحرش الجنسي والجسدي المنفر. ينشر تجار المتعة والذين يعملون خارج إطار القانون المصري إعلاناتهم عبر الإنترنت باعتبار أنهم مراكز متخصصة في المساج، بهدف استدراج زبائنهم الراغبين في ممارسة الجنس مقابل المال. هذا النوع من الإعلانات ينتشر بشكل واسع، كما أن الأنباء التي تنشرها المواقع الإخبارية عن إلقاء القبض على شبكات الدعارة التي تعمل تحت ستار تقديم خدمة المساج تعزز هذه الصورة. يدرك المسؤولون عن المراكز المتخصصة في المساج مدى خطورة هذه الصورة المشوشة، ويؤكدون في إعلاناتهم أنهم يقدمون خدمة المساج فقط، وأن الهابي إند والبادي تو بادي والريليشن وتدليك منطقة البوكسر غير متاحون لديهم. وإلى جانب الصورة المشوشة، فإن فيروس كورونا لعب دورا إضافيا في تقليل الإقبال على هذه المراكز، ومن ثم فإن كثيرا منها إما أغلق أو هو مهدد بالإغلاق.